يقول السائل: إذا ركبت الطائرة ودخل وقت الصلاة وأنا في الجو، فكيف أصنع؟ هل أعتد بوقت البلد التي غادرتها أم التي سأقدم عليها إليها؟ إذا حكمك حكم البلد الذي أنت في جوه، حكمك حكم البلد الذي أنت تطير في جوه، لأن الهواء يحكي حكم الاستقرار. الصلاة إذا كانت الطائرة ستهبط في آخر الوقت الصلاة تؤخر الصلاة، فإذا هبطت تصلي في المطار، وإن كان الطيران سيستمر حتى يخرج وقت الصلاة فعليك أن تصلي في الطائرة حسب استطاعتك. الله تعالى يقول: فاتقوا الله ما استطعتم.